للمزيد من المتابعة حول جهود الدولة المصرية لاستعادة أولادها بينضم إلينا مرة أخرى الزميل عوض الغنام من معبر أرقين البري الحدودي مع السودان. عوض أهلا بك، وطبعا يعني اطلعنا لو كان هناك أي جديد فيما يخص وصول المصريين القادمين من السودان. تفضل يا عوض. نعم ريهام، الجديد هو في الزمن في الوقت. الآن نحن مع الساعة الأولى ليوم جديد سيتغير في أحوال عدد كبير من البيوت المصرية التي تتطلع إلى عودة أبنائها، ربما سيتم ذلك خلال الساعات القادمة. نحن سنتحرك على الفور على مسافة قريبة لنلتقي منها لننقل صورة حية ومباشرة لهؤلاء الشباب وانطباعاتهم، وكذلك للاحتواء الذي قامت به الدولة المصرية بعودة أبنائها بأسرع ما يمكن من الوقت، بعكس عدد كبير من عواصم الدنيا التي تلجأ إلى الدولة المصرية الآن باحثين عن فرصة لعودة عدد كبير من الرعايا. وسيكون غالبية العودة سيكون من هنا، من هذا المعبر، معبر أرقين، الذي لا يفصلنا عنه سوى كيلومترات قليلة للغاية، والذي أعلن فيه حالة الاستنفار والطوارئ من كل مؤسسات الدولة المصرية لاستقبال الشباب المصري والعاملين في السودان، وكذلك كل الرعايا من كل العالم. المتغير الثاني ريهام هو خاص بالدعم الطبي الذي وصل يعني إلى أرقين الآن، عدد من السيارات المجهزة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث. تعلمين بأن حالة الاشتباكات التي مر عليها نحو 9 أو 10 أيام ربما يكون هناك أي تأثير سلبي على أي شخص مصري أو غير مصري من العائدين، تعرض لأي تأثير سلبي طبيا، أي جراحة عاجلة يتم نقله على طول المستشفيات القريبة وأقربها هي أسوان، وكذلك إذا ما كان يحتاج إلى تعامل سريع مع أي حالة. بالتالي هذا الدعم الطبي جديد في مشهد التعامل مع ملف عودة المصريين إلى أرض الوطن عبر معبر أرقين. كذلك نتحدث عن استمرارية سهولة عبور العائدين من السودان. الأرقام الآن أصبحت كثيرة للغاية، ربما بيان الخارجية الذي صدر من نحو ساعة يتحدث عن أكثر من 450 أو 460 مصريا عائدا. ربما الساعات القادمة سيقفز هذا حاجز الألف مصري الذين يكونوا قد عادوا بالفعل إلى أرض الوطن من خلال معبر أرقين، والساعات الأولى مع صباح اليوم سيزداد هذا العدد، والأيام القادمة ربما إذا ما كان هناك يعني فسحة لهدنة جديدة يتحدث الأخبار عنها في المشهد السوداني سيزيد ذلك من وتيرة عودة المصريين، ومعهم أيضا إن كان هناك أي رعاية. كما كنا نتحدث معك من قبل، هناك عدد كبير من العواصم العالمية التي تواصلت مع الدولة المصرية ونسقت مع مصر عودة هؤلاء الرعاية إلى أرقين، إلى مصر عبر معبر أرقين، لأنه المعبر الآمن فعليا. إذا ما تحدثنا عن الخريطة الخاصة بالسودان فلا يوجد مفر للرعاية في السودان إلا عبر بور السودان، وهو طريق كما تعلمين يشوبه عدد كبير من المخاطر، حتى أن البعثة أو الجالية الفرنسية اليوم تعرض أحدها إلى إصابة، فبالتالي يتم نقلهم إلى بور السودان ومنه بحرا أو جوا عبر مطار بور السودان. والمطار وهذه المنطقة فيها مخاطر كثيرة، بينما الحدود المصرية مؤمنة بشكل كبير للغاية، وحتى الذين التقينا بهم عبر الأيام الماضية قال بأن المسافة التي تشعرين بها بالأمن كبيرة بعدما تقترب من الحدود المصرية، بعكس المكان الذي به عدد كبير من الاشتباكات والذي لا يتوقف. نتحدث هنا عن الخرطوم وعن ضواحيها والمحافظات أو الولايات القريبة منها. لا يوجد جديد حتى هذه اللحظة إلا سيولة وسهولة عبور هؤلاء الشباب. السائقين من جانب آخر أو الشاحنات الكبيرة التي كانت تساهم في التبادل الاقتصادي والتجاري في السودان يزداد عددها بشكل كبير للغاية. نتحدث تقريبا عن آلاف السيارات، لأن حجم التبادل التجاري مع السودان هو بنسبة مرتفعة للغاية، مليارات من الدولارات ما بين البلدين، فبالتالي العنصر الأهم فيه هو التبادل التجاري الذي كان يتم عبر هذه المعابر، سواء نتحدث هنا عن 5 معابر، لكن أهم على الإطلاق ريهام هو معبر قسطر المائي الذي يعبر أو تقطع فيه هذه الشاحنات طريقها في قلب بحيرة ناصر، والمعبر الآخر هو معبر أرقين. وهذا المعبر هو معبر حيوي تم تدشينه في 2016 لزيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان. المدينة الأقرب للأرقين هي من الجانب السوداني هي مدينة حلفة، وفيها قنصلية مصرية استنفر فيها العمل على مدار الساعة، وبيان الخارجية المصرية كان مهم للغاية لأنه ذا تأثير معنوي على المصريين المقيمين في السودان حتى هذه اللحظة، حينما تحدث البيان على أنه لن يغادر البعثة الدبلوماسية أي فرد فيها إلا بعدما يغادر كل المصريون المقيمين
يقومون الآن في السودان وبعضهم في الطريق، ونحن سنتابع ذلك لحظة بلحظة. تفضلي ريهام لو لديك أي تساؤلات عن المشهد. نعم، لا يعني طبعا بشكرك، وبالتأكيد بتلمس أن هناك تعاون أيضا جاري عوض ما بين المؤسسات المختلفة المعنية بعودة المصريين الموجودين في السودان، فإذا كان لديك ما يمكن أن تضيفه عن هذا التعاون تفضل عوض. طبيعة المعابر لدي تجربة عشتها سواء في المعبر الخاص في رفح أو في معبر السلوم، وهذا هو التجربة الثالثة في هذا المعبر. دوما المعابر تمثل هي بوابة الدول التي من خلالها ريهام تدخلين إلى كل دولة، أو من خلالها يحدث عدد كبير من التبادل، فبالتالي التمثيل الأمني من خلال كل الأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية يتجسد بشكل عملي وكبير للغاية في مثل هذه المعابر. لاحظنا ذلك خلال الأيام الماضية حينما ذهبنا إلى معبر أرقين ومكثنا فيه عدة أيام، وطبيعة الحال سننتقل إليه بعد أقل من ساعة من الآن. هناك تجسيد فعلي لمعنى هذه الكلمة. كل مؤسسات الدولة المصرية حاضرة في المشهد، لكن هناك حالة طوارئ. نتحدث عن شخصيات مهمة زارت المعبر اليوم قبل الدخول الرسمي لهؤلاء الشباب المصريين. كانت هناك خريطة للتعامل مع أي مستجد في هذا الشأن، حتى الجانب الاجتماعي إنجاز التعبير من منظمات المجتمع المدني أو الهلال الأحمر الذي أيضا حشد عدد كبير من الدعم ومن الطاقة الإيجابية للتعامل مع أي متغير، والمتغير هنا يعتمد على وجود بعض الخيم المجهزة التي لا يستغرق سوى دقائق دقيقة حتى يتم وضعها إذا كانت هناك طوارئ، لكن الحمد لله حتى هذه اللحظة يتم عبور العائدون بسرعة. والجانب الآخر هو الجانب الخاص بالقطاع الصحي لأنه مهم للغاية. البيان الذي صدر اليوم من منظمة الصحة العالمية تحدث عن انهيار شبه كامل لمؤسسات الصحة في السودان بعدما تعرضت غالبية المستشفيات السودانية لقصف مباشر أو كانت في دائرة القصف المباشر ما بين الأطراف المتصارعة والمتنازعة في السودان، بالإضافة إلى ما حدث من سرقة ونهب لكل محتويات الهلال الأحمر السوداني. غرفة العمليات المركزية أيضا موجودة في أكثر من قطاع سواء الصحة أو الدعم الاجتماعي، وأيضا وزارة الهجرة ووزارة التربية والتعليم التي تحمل على عاتقها مسؤولية التنسيق لعودة هؤلاء الشباب، وهذا سيفتح سؤال مباشر فيما بعد عن مصير هؤلاء الطلبة، لأن تعلمين أن الامتحانات كان قاب قوسين أو أدنى من إجراها في السودان وكذلك هي في مصر، فماذا عن مصير هؤلاء الطلبة؟ لكن مصر لديها تجربة سابقة ريهام كما تعلمين، حينما كان لدينا طلبة في أوكرانيا وكان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للتعامل مع هذه الأزمة وحلت إشكالية هؤلاء الشباب حفاظا على مستقبلهم ومصيرهم. على كل حال انتظرينا ربما في الخدمة القادمة، سنكون على مسافة قريبة من معبر أركين، وهناك سيكون هناك حديث ذو شجن مع هؤلاء الشباب الذين عادوا إلى أرض الوطن بعدما أثبتت الدولة المصرية بالفعل ما فعلته بعودة جنودها. اليوم يتجسد هذا المعنى بعودة هؤلاء الشباب في وقت قياسي للغاية مع تسهيل هذه المهمة. تحدث عن دقائق فقط ويعبر هؤلاء الشباب هذا المعبر في طريقهم إلى أسوان، وبعد ذلك يعودون إلى أوطانهم. وعلمت أيضا من مصدر بأن بعض الشباب الذين ليس لديهم وسيلة اتصال ليطمئنوا أهليهم وزويهم يتم الاتصال لهم حتى يطمئنوا أسرهم وأهليهم على وصولهم بالسلامة إلى أرض الوطن. تفضلي زميلتي ريهام. أنا بشكرك شكرا جزيلا كالعادة عوض الغنام، طبعا دائما لديك الجديد، شكرا ليك، وسنعود إليك في خلال هذه التغطية يعني في أوقات قادمة للمتابعة. شكرا ليك.